تعرفي يا نعيمه مين الساكن اللي اجرتيه للاوضه؟ ما خدتش بالي منه كويس، انت عارفه؟ ما هو ده اللي حكيت لك حكايته لما قريناها في الجورنال. حكايه ايه؟ الله، ده اللي ام حريه محمد ضربته بالرصاص في اسكندريه. يوه، ده فعلا قال انه ارتيست واسمه اسماعيل. يبقى هو اسماعيل ياسين، شاف الاوضه وعجبته؟ لا، ده غير كل الزباين اللي بيتشرطوا ويتقمروا. ابتدى اخد مفتاح الاوضه من سكات ودخل نام. باين عليه ابن حلال قوي يا حاج. يا رب يا رب خليك جنبي يا رب. انا مش عارف ايه اللي مستخبيني ولا ايه مصيري. انا كل اللي معايا 2 جنيه، وللامانه ولاجل الحلفان 2 جنيه وباريس. لا عارف هدفع اجره الاوضه اللي انا ساكن فيها دي ازاي، ولا اكل ازاي، ولا اغسل هدومي ازاي. يا رب استرها معايا يا رب، يا رب والنبي استرها معايا زي ما وسعت بقي وسع رزقي يا رب.